يا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهارده هتكلم معاكم عن افضل مرطبات البشره المختلطه اللي بتميل للجفاف، ومش بس كده، ده البشره المختلطه اللي كمان معرضه للحبوب، وكمان البشره المختلطه الحساسه. ويمكن الفيديو ده من اكتر الفيديوهات بصراحه المهمه جدا بالنسبه لي، ان معظم اللي بيتابعوني بيعانوا من نفس المشكله، بشره مختلطه بتميل للجفاف، ولو رطبوا كتير عشان يظبطوا الاماكن اللي فيها جفاف بيحصل لهم حبوب، لانها بشرة معرضة للحبوب. وفي نفس الوقت اوقات كتير في ناس عندها تحسس من بعض المنتجات، فهي كمان بشرة حساسة، وانا شايفاها انها فعلا بشرة محيرة، ومش اي منتج ممكن يكون مناسب ليها. فانا حاولت على قد ما اقدر اجمع لكم المنتجات اللي ممكن تكون مناسبة ليكم، وكمان هقول لكم على معلومات مهمة هتساعد معاكم انكم تظبطوا نوع بشرتكم، انكم في نفس الوقت تدوها الترطيب اللي هي محتاجاه، وتعالجوا مشكلة الجفاف الموجودة فيها، وفي نفس الوقت من غير ما يعرضكم للحبوب وللتحسس. اول حاجة هتفرق معاكم جدا انكم ترطبوا بشرتكم كتير، مش كتير انك تحطي كمية كتيرة، ولا كتير انك تشتري اكتر كريم مرطب تقيل وبيرطب، لا بالعكس، الحاجتين دول ممكن يدخلوكي في مشاكل ويعملوا لك حبوب. بس ترطبي كتير، يعني ترطبي في اليوم كذا مرة، خدي كمية بسيطة، وفي نفس الوقت مرطب متوسط، ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي. ترطيبات انواع، في عندنا ترطيب مائي، وده بيكون اكتر متوفر في الحاجات اللي بتكون جيل، وده اللي هنبعد عنه نهائي. لازم تكونوا عارفين ان الترطيب المائي انا بفضله للبشرة الدهنية، وفي نفس الوقت ده بيعتبر زي ترطيب بالمية، فمش هيعالج لك مشكلة جفاف ولا قشور ولا اي حاجة. في عندنا نوع تاني بيكون مزيج بين المية والزيوت، والاتنين متساويين، وده في الغالب بيكون في صورة لوشن او كريم لايت. وفي عندنا نوع تاني بيكون الزيوت فيه اكتر والمية حاجة بسيطة. في عندنا نوع تاني ده بيكون عبارة عن زيوت والمية جاية بنسبة بسيطة، وده هنبعد عنه برضو لانه هيكون تقيل على البشرة المختلطة. تمام كده، انا هرشح لكم منتجات، وهرشح لكم من الاخف للاتقل، وعلى حسب الحالة اللي انت فيها، على حسب النوع اللي بتختاريه. يعني لو عندك جفاف بسيط، لا عندك جفاف اكتر، لا عندك قشور. وانا برضو اثناء ما هرشح المنتجات هقول لكم المنتجات المناسبة للبنات اللي بشرتها حساسة، والمنتجات اللي فيها عطور والكلام ده كله، وهقول لكم برضو على حاجات تساعد المرطبات لو عندك مرطبات خفيفة، وكمان هقول لكم على حاجات تتجنبوها ممكن تعمل لكم حبوب. وفي نفس الوقت خليكم فاكرين الفكرة اننا ممكن نرطب كتير، يعني نرطب 4 أو 5 مرات في اليوم، كل ما نحس ان احنا محتاجين ممكن ننضف بشرتنا مثلا بالميسلر ووتر او بالمية، ونبتدي نرطب تاني، فعادي مفيش اي مشكلة، احسن ما انك تاخدي كمية كبيرة، واحسن من انك تشتري كريم مرطب تقيل جدا. اول نوع معانا يعتبر ترطيبه متوسط للبنات اللي عندها جفاف، يعني جفاف بسيط في اول مرحلة، مش لدرجة الجفاف الشديد. هرشح لكم نوعين من شركة طبية ونوع من شركة تجارية. واول نوع معانا هو كريم شان، وكانت كتبولي دكتورة واستخدمته اثناء فترة علاج الحبوب، مش بيطلع حبوب نهائي، وبيدي ترطيب متوسط، يعني لو حد عنده جفاف من علاج للحبوب هيكون كويس جدا معاه. تاني نوع معانا اقوى منه شوية، وهو كريم ستارلين من شركة حياة، ده حلو كمان للناس اللي بشرتها حساسة والناس اللي عندها اكزيميا، لانه كمان بيشتغل على النقطة دي، وفي نفس الوقت ما عمليش حبوب نهائي. وده كمان كانت كتبولي الدكتورة لما كنت بستخدم علاج للحبوب، وكان بيجفف، بس وقتها كان شان شوية بدأ يكون ضعيف عليا، فكتبت لي بعدها كريم من شركة حياة. معايا بعد كده من شركة تجارية، هو من ماركة اولي، وده الكريم الليلي من عندهم، والنوع اللي معايا النوع المستورد، وانا اشتريته في عرض ب75، هو سعره 125 بس بينزل عليه عروض في الصيدليات، وده بيكون شكله، وده صناعة تايلاندي وفي صناعة فرنسي، الاتنين كويسين، اهم حاجة متشتروش الصناعة المصري. وده مفروض انه كريم كمان بيساعد في التفتيح، هو في التفتيح ضعيف، بس يعني لو بتستخدمي منتجات للتفتيح او حاجات معاه سيرم فيتامين سي هتحسي ان التفتيح بتاعه كويس، وكمان لو بتستخدمي ريتينول برضو هتحسي ان التفتيح بتاعه كويس، لانه في نياسينامايد، والنياسينامايد بيشتغل كمان لما تكون النسبة بسيطة، لما تكوني بتستخدمي معاه ريتينول، فده بيعلي الفعالية بتاعته. وده ترطيبه يعتبر ترطيب متوسط، هوريكم شكله، وبرضو ترطيبه يعتبر ترطيب متوسط، برضو مش هيعملك حبوب ولا مشاكل ولا اي حاجة، شايفين البشرة امتصته.
يعني ترطيبه ممكن نقول قريب من شان، بس ستارلين اقوى منه في الترطيب. برضو لو حد عايز حاجة سعرها كويس، ده سعره 75. والنوع اللي معايا بعد كده من ماركة نانو تريت، وده برضو يعتبر ترطيب متوسط بس سعره شوية غالي، سعره 270. برضو مش بيعمل حبوب، امتصاصه حلو رغم انه بيرطب ترطيب متوسط، بس امتصاصه حلو ومش بيعمل حبوب. اللي بيميزه انه في حاجات اضافية بالنسبة للترطيب، هو مفروض انه بيساعد على التفتيح، هو تفتيحه ضعيف بس انا شايفاه انه كريم مرطب. وفي حاجات تانية مغذية للبشرة، في فيتامين سي، في الالفا اربيوتين، في اللاكتيك اسيد، هو كمان في الذهب. هوريكم دلوقتي شكله، ترطيبه حلو على فكرة وفي نفس الوقت امتصاصه حلو، وده بيكون شكله. شايفين البشرة برضو هتمتصه حلو جدا، وترطيبه ترطيب متوسط برضو حلو. فانا شايفاه برضو كريم مرطب بس بيضيف حاجات كمان للبشرة. البنات اللي سألتني على كريم مرطب ويكون فيه فيتامين سي، حاجات بتساعد على التفتيح، عايزين يشتروا حاجة كده يكون فيها كذا خطوة مع بعض، فده برضو يعتبر كويس. خلوا بالكم هو في بيرفيوم العطر خفيف، بس برضو خلوا بالكم من النقطة دي كمان. هو لو حد بشرته حساسة جدا 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 من اي حاجة فيها مواد فعالة، لانه برضو في فيتامين سي وفي الفا اربيوتين وفي لاكتيك اسيد، في بنات بشرتها حساسة جدا 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 جدا، فده يعتبر زي كريم مرطب وفيه مواد فعالة، فخلوا بالكم من النقطة دي. لو انتي بتتحسسي من اي حاجة فيها مواد فعالة فده ممكن يحسس لك بشرتك. الكريم اللي معايا بعد كده ده يعتبر ترطيبه اعلى للبنات اللي بشرتها مختلطة، بتميل للجفاف وبدأ يظهر عندها قشور، وكمان في نفس الوقت البشرة حساسة جدا، وكمان عايزة حاجة ما تكونش هتعرضها للحبوب. وكمان الكريم ده اللي بيميزه انه فيه الهيرونيك اسيد وفيه اليوريا وكمان فيه السيرمر ووتر، فكمان بيهدي البشرة. وهو الكريم المرطب من ماركة ديرماتيك، وده الكريم غير النوع اللي انا وريته لكم في فيديو البشرة الدهنية. النوع اللي كان في البشرة الدهنية ده كان الجل، بس ده الكريم. خلي بالكم ان العبوتين شكلهم قريب جدا من بعض، فممكن حد يشتري الكريم بدل الجل. ده شكل العبوة الكريم من عندهم، وهنزل لكم شكل عبوة الجل اللي اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات، بس ده شكله يكون مكتوب عليه مستورايزنج كريم، وهوريكم شكله من جوه. عجبني جدا، ليا فترة بستخدم منتجاتهم، ما عمليش حبوب وبيرطب فعلا، ترطيب حلو جدا، حلو جدا كمان للبنات اللي بشرتها حساسة، حلو جدا للقشور. ده بيكون شكله نفس شكل المنتج برضو اللي وريتهولكم قبل كده، بس ده بقى كريم. ده شكله من جوه، ترطيبه قوي جدا وفي نفس الوقت خفيف، يعني مش تقيل ويضايقك، لا خفيف جدا. هوريكم شكله، ترطيبه حلو جدا وفي نفس الوقت على فكرة امتصاصه برضو حلو جدا، وبحس ان بيدي زي ترطيب كده لطيف جدا للبشرة، وفعلا بيبتدي يعالج القشور والجفاف الشديد، وبحس ان بيدي زي تغليفة كده للبشرة حلوة جدا. ده يعتبر يمكن اقوى حاجة انا جربتها لحد دلوقتي. لو حد فعلا بدأ يظهر عنده قشور والبشرة ملتهبة والبشرة حساسة، وعايز حاجة يكون كمان فيها الهيرونيك اسيد وتكون بترطب كويس مش هتحسس البشرة. واخر نوع معانا انا بفضله البنات اللي بشرتها مختلطة بس مش معرضة قوي للحبوب، يعني نادرا لما بيطلع لها حبوب وعندها جفاف وقشور شديدة جدا، وعايزة نوع سعره كويس كميته كبيرة. فكريم سيرافي حلو جدا، في الهيرونيك اسيد، في السيرامايد، وده بيكون شكله، وكمان سعره يعتبر سعره كويس جدا، مفهوش كمان عطر، فبرضه من الحاجات الحلوة. اهم حاجة انكم تختاروا النوع المناسب لبشرتكم وحالتكم، عشان ده بيساعد جدا معاكم. في بقى معانا حاجات اضافية ممكن تستخدموها تساعد، ممكن مثلا تدخلوا ماسكات ليلية تستخدموها مرتين لثلاثة في الاسبوع تساعد معاكم. في عندك الماسك الليلي من نوفاج برضو حلو جدا 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 وترطيبه حلو جدا، في بنات كتير بشرتها جافة بتبعتلي بتستخدمه يوميا وفعلا بيرطب معاهم ترطيب حلو جدا. بس احنا بنتكلم عن البشرة المختلطة المعرضة للحبوب،
تكتفي بمرتين لثلاثة في الأسبوع بالكتير. وفي كمان معانا الماسكات، دي سعرها برضو يعتبر بسيط جدا، ممكن تدخليها مرتين لثلاثة في الأسبوع عشان تساعد معاكي مع الكريم المرطب. لو عندك برضو مشكلة زيادة، ده عبارة عن هيرونيك أسيد وزيت أرجان، وسعره 25 من ماركة فلوسلك، وكنت لسه عاملة ريفيو عنهم. الحاجات اللي ممكن كمان تساعد معاكي جدا في الترطيب وهو الهيرونيك أسيد، بس أهم حاجة كبشرة مختلطة معرضة للحبوب تستخدموا نوع يكون التركيبة بتاعته تنفع انك تستخدميها، يكونوا مستخدمين بس الهيرونيك اسيد الجزيئات الصغيره، ما يكونش فيه ميكس في الجزيئات، يعني جزيئات صغيره ومعاه جزيئات كبيره، لان انا الانواع دي عملت لي حبوب. وكمان لو يفضل فيه النياسينامايد، لان النياسينامايد بينظم افراز الدهون. النوع ده من ماركه اليزافيكا ودايما بكرره مش بستغنى عنه. اهم حاجه تتاكدوا انه اصلي، ان في حاليا منه تقليد كتير جدا، وشفت تقليد بيكون مكتوب عليه هنا 97 بدل 97%، وشفته كمان على فكرة في الصيدليات، فخلوا بالكم. وسعره في حدود 280 ل 300 بالكتير. كمان النياسينامايد جاية فيه بتركيز عالي، جاي تاني مكون، فكأنك بالظبط بتستخدمي النياسينامايد والهيرونيك أسيد، فيعتبر برضو حاجة كويسة وخفيفة على البشرة. في تركاية بسيطة وسعرها بسيط ممكن تعملوها، انكم تشتروا زيت طبيعي بس يكون خفيف ومناسب للبشرة، في زيت بذور العنب وفي كمان زيت نوكس، وبتاخدوا نقطة على الكريم المرطب، ده برضو بيعلي فعالية الترطيب. وبس كده، وده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا وقدرت ان انا اساعدكم على اختيار المرطب المناسب ليكم. وبس كده، لو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات، وشكرا ليكم ومع السلامة.